هعمل دلوقتي رز بالاعشاب والزبده، المكونات: رز بسمتي مسلوق، بقدونس، ريحان وروز ماري، ثوم وزبده. هستعمل طبعا ملح وفلفل وشويه، ممكن استعمل شويه من الميه. هاخد الروز ماري الاول، نخلي واحده كده واحده كده، نحطهم على الطبق في الاخر. تمام، نمسك الروز ماري من بالعكس وامشي كده، هيطلع المفروض الورق بتاعه بسهوله كده كده. مش عاوزين نكتر روز ماري عشان روز ماري بيمرر، لو اتحط كتير بيبقى مر. والريحان طبعا، الماده الدهنيه اللي حضراتكم بتحبوها، بس هو الرز ده بالزبده، فانا هحط 3 معالق زبده. ومعاهم الزيت طبعا. الطاسه لو سخنه قوي هنبعدها على النار، علشان مش عاوزين تبقى ايه، مش عاوزين نخلي الزبده تغمق. هو كده كده الرز ده هيبقى لونه اخضر. واحط الثوم على طول، معلقه ثوم صغيره، ارجعها على النار تاني، وبالسكينه هقطع الروز ماري والريحان تقطيعه كده صغيره. اوصل بقى الثوم للزبده علشان يبتدي يتشوح سنه. واول ما تدوب الزبده كلها يكون كمان الثوم طلع الطعم اللي فيه. احط الرز، واحط معاه البقدونس ربع كوباية، والزعتر والريحان، وهاخد شوية صغيرين من المية تقريبا ربع كوباية. المفروض ان احنا بنبقى ظابطين الرز، لكن لو الرز ده مسلوق مش مفهوش اي طعم، هنزود نص معلقة ملح وزيها فلفل اسود، ونقلبه كويس. الطاسه دي من الطاسات الووك اللي هي بتبقى سهله ان الواحد يقدر يقلب فيها بيها بالمنظر ده. وادي كده الرز خلاص. ناخد بقى الطبق الكبير ده